واستمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق من خلال حملات مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عشان نتعرف على هذه الجهود. استمراراً لجهود الدولة في ضبط الأسواق من خلال حملات مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين. تستهدف الحملات منع حجب السلع عن المستهلكين، بيع السلع بأزيد من سعرها المعلن أو المحدد، حيازة وعرض سلع قد تكون ضارة بصحة وسلامة المستهلك، إلى غير ذلك من المخالفات التي يمكن رصدها خلال التفتيش. أيضا من المخالفات التي تم رصدها اليوم هو بيع سلعة الفاصوليا منتهية الصلاحية بسعر أقل من سعرها كنوع من العرض كتضليل وخداع للمستهلك. الحملات خطوة مهمة على أرض الواقع بعد تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك تجاه حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف يستغل تلك الظروف. بيتم المرور على جميع الأماكن وخاصة الأماكن المكتظة بالسكان نظرا لورود عدد كتير من الشكاوي، فإن الأماكن اللي فيها تعداد سكان كبير بيبقى نسبة الشكاوي فيها طبعا بتبقى عالية. زي ما حضرتك شايف وجودنا داخل أحد المحلات التجارية بنفتش على الأسعار، بنفتش على التواجد وتوافر السلع الاستراتيجية داخل المكان وبنتأكد من جودتها. طبعا ممنوع منعا باتا وجود أي سلع أيا كان نوعها تكون منتهى الصلاحية على الأرفف أو داخل الثلاجات أو حتى معروضة للبيع للجمهور تحت أي ظرف وتحت أي مسمى. الكلام ده أي حاجة تتعلق بصحة وسلامة المستهلك مرفوضة وممنوعة منعا باتا، وبالتالي بيتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسب. في إدارة التوجيهات الرئاسية لضبط الأسواق وحماية المستهلك والتصدي لارتفاع الأسعار وحظر حبس السلع عن التداول، احنا بنقوم بالحملات الرقابية للمرور على أماكن عرض وتوزيع وتداول السلع الغذائية. بنشوف المعروض من السلع وبنشوف الكميات المتاحة وبنشوف هل في حجب للسلع عن التداول ولا لا، بنشوف هل في مغالاة في الأسعار ولا لا. تأتي هذه الحملات بتوجيهات من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.